نهار جديد وصباح جديد بديتو معكم من خنيفرة وغادي نمشي حتى لكازا ونرجع. خليكم معايا غتشوفوا بزاف د الحوايج، الذهوبات ديال لالا والحوايج والبلاكيورو والروايح وكلشي كلشي، غير خليكم معايا. المهم البنات، اول حاجه درتها هي مشيت للصالون ديال ليلى جديد، راه حلات وحده القنطره ديال المحكمه، صالون زوين بكل المعايير. شوف اختكم راه سخفانه من الصباح وانا نجري. المهم البنات، بالنسبه اللي سولوني قالوا لي واش درتي كيراتين ولا بروتين شعرك ولا واش صبغتي، البنات راني انا مش حال هذه من الصيف تقريبا ما صبغت، ما درت بروتين، ما درت كيراتين، ما درت حتى شي حاجه، مشيت صوبتو سامبل عادي وصافي. المهم رجعت للدار جمعت الحوايج ديالي، كما قلت لكم راني مسافره غاديه لكازا. شنو ديت معايا؟ ديت معايا البيسه وجلابه وكتمه وبيجامه، صافي هادشي اللي ديت. ما ديتش معايا قوه الباجاج وقوه هذا، لقاش غدا غير ويكاند، يعني ديت معايا داكشي الاساسي والرئيسي اللي غادي نحتاجه صافي. ولكن ضروري من واحد لاطخوس نديرو فيها هكا الحوايج اللي كنحتاجو، ما يمكنش نمشيو هكا بلا شويه ديال الماكياج، شويه ديال بارفان، كريم، اكرون، يعني داكشي الاساسي. بالنسبه للبنات اللي كانوا كيسولوني على هاد اسدين، صراحه كنت خديت هذاك العام، صدقات لي زوينه فنه 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 بدون زعما بلا كذوب بلا حتى شي حاجه. ولكن هاد العام ما عرفتش لاحظت فيها بحال غلقوها واحد شي شويه، كانوا بزاف البنات كيكتبوا لي في الكومونتير خدينا وجاتنا مغلوقه، ولكن انا كان كيصحاب لي غير جاتهم مغلوقه، بصح البنات ولات مغلوقه. المهم راني غادي اختكم راه الطريق صبح لنا لحالنا، المهم شتي سنه الطريق بالليل، هنا راه شي 7 ديال الصباح. وصلت من تما به فيه مشيت ها القيصريات ها السواق ها مراكم، ولا ما خليت حتى شي قط، سبقت بالسواق هما الاولين سواق شعبيه، ومن بعد مشيت لمراكم ساريت على خاطري. صراحه ما صورت لكمش لحقاش بغيت ناخذ راحتي ونتسارى ونتقضى، تقضيت لوليداتي وتقضيت ليا هكا شي تفيتيفات وساريت ودوزت الويكاند غبال البنات، ما خليت حتى قنت. المهم بنادم هو اللي صراحه المول فيه الغلا غلا بزاف وفيه الحوايج اللي هما رخاص. المهم رجعت لداري وغنصور لكم شنو شريت. وانا رجعت لكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ والله الا كنت صحيت اني نهضر هكا معكم في الكاميرا، ولكن الوقت ما كايناش بزاف. وبالنسبه للبنات اللي تيقول لي صوري لنا روتينات بغينا نشوفوا كيفاش كدوزينا، والله ما كرهت البنات، والله ما كرهت راه الدومين ديالي هذا دابا، ولكن ما عنديش الوقت. عرفتي راه كندخل كنطير، راه خصني نوجد الفطور، خصني نجري، خصني نمشي نجيب الدراري، سير الامانه سير هذه، يعني شي شويه كاين شي شويه ديال الضغط. ان شاء الله يخرج رمضان ومرحبا. حتى فاش سافرت سافرت هكا قضيت شي غراض وارتاحيت، ما كنتش باغا اصلا نصور، صورت لكم هكا شي مقتطفات كما شفتوا في المول، ولكن غادي نصور لكم هكا الهميزات ديال الحويجات اللي خديت من مروكو مول. واخا تسمعوا مروكو مول البنات، راه كنمشي انا غير الهميزات، كنمشي لمروه اي سي واي كيكي دي فاكتو، يعني هميزات. بزاف الناس كيسمعوا مثلا حويجات ولادي كناخذو منهم من ال سي واي كيكي ولا دي فاكتو ولا حتى كيابي ولا تيقول لك ايوا غاليين هذوك لي مارك وهذا. لا البنات راه اللي ما عارفينش هو ان دابا الا مشيتي تما كتلقاي الاثمنه عاديه، يعني التريكو ب 70 درهم، كسيوه ب 120 بحال هكا الوليدات الصغار. ولكن في المحلات العاديه دوك ديال القصريه ديال ولاد الشعب كتلقاي بياسه كسيوه ولا الاونسومبل يمكن غير 300 درهم 400 درهم الفوق، زعما لا اله الا الله وصافي. المهم ماشي هذا موضوعنا، غنصور لكم البلاكيور لان من اكثر الحوايج اللي كتطلب ليا دائما في الفيديو حتى الناس في الواتساب هما لي زاكسسوار، لان بحكم انني كنصورهم ديما فاش كنكون لابسه جلي لباس لي زاكسسوار ديالي البنات كيف ما عارفين دائما وجهودي في ما مشيتو، زعما راه زنقت فيها راه عامره بالبلاكيور وما كنعيب على حتى شي واحد كله ورزقه. ولكن انا ملي كناخذ من عند خالد لان عنده لي شوا بزاف وثقه، وباش كيعجبني كيقول لك الحاجه واش كتصبر، يعني داك لاسي ولا ماعرفتش كيقولوا لي ولا غير بلاكيور عادي. هادو البنات اللي كيداروا هكا في العنق كيجيو كيحمقوا وكيجي هكا بحال مجيديل، هذا كتخديتو على واحد المناسبه كيجيو فنين، راه عنده في الاشكال والانواع والالوان كيحمقوا 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 عنده البنات فنين. وصيتو يجيب لي حتى هذيك اللي كيكون فيها بحال داك الرمز اللي كيكون في دوك الكراسه وداك التاج الملكي ولا ماعرفتش كيقولوا ليه، كيجي كيحمق. المهم كاين هادو، غادي نحاول انا نوريكم الموديلات كاملين اللي كاينين. بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي كتشوفوني ديما دايره هو هذا، كاين في هذا الموديل واش كيبان لكم في التصوير ولا لا؟ المهم غادي تصبروا معايا لحقاش بزاف البنات طلبوا لي هذا النوع ديال الفيديو. وكاين هادو البنات، هادو شفتوهم كي دايرين، هذه سنيسله كتجي كتحمق. كاين هذا الشكل هذا عاوتاني، هذا فيها غير نص نص بحال هكا، نحاول نوريكم مبغاتش الضار بحال هكا، شفتو كتجي خفيفة زوينة. كاين هاد الموديل هذا عاوتاني كيجي بحال هكا، شفتو كيجي مدوبل، كيجي فن 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 فن. شنو كاين اخر؟ هاد الحلقات هادو اللي
كيحمقوا كيحمقوا. شوفوا كي داير، نديرو اللويزة هكا فنين. غنوريكم بزاف ديال الموديلات اللي خديت عليه. كاين هادو البنات ديال العود اللي تقدري تكتبي فيها السميه اللي بغيتي. هو كتب لي هنايا، قلت له كتب لي حسنا، ها هي كتبان لكم مقلوبه. هادو علاقات ديال العود، وصراحه مع المده كتبقاش فيهم الريحه بزاف، ولكن كيجيو فنين. تقدري تكتبي فيهم امي الغاليه، تكتبي اي حاجه. المهم هنا بالسميه ديال حسنا. غنصور لكم بزاف ديال العيبات. شوفوا البنات، كاين شي حوايج هنا ديالي وكاين شي حوايج جبتهم عنده. قلت له بغيت نوري البنات، لان بزاف هاد عاتره كيطلبوا مني البنات انني ندير لايف كاع عنده، اللي ما كيصلح ليش كيكونوا الناس بزاف. كاين هاد لي براسلي، غنحاول نديرهم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو فنين فنين فنين. هانتوما شفتوا ديال الموديل ديال الكركوبه. كاين هذا حتى هو، شوفوا كيفاش داير. ندير باش يبان لكم، شفتوا جايب بحال سلسله ولكن وافس. وهذا هذا اللي كيحمق هذا. شنو اخر عاوتاني؟ كاين بزاف ديال الموديلات. كاين هاد الكورميطه هذه اللي حتى هي شفتوها عندي مرارا وتكرارا في اللوينات، كتجي فنه هذه. هانتوما كاين هاد البراسلي هذا، شوفوا كيفاش كيجي كيحمق. وبالخاتم ديالو البنات، شوفوا الخاتم ديالو كيدير غزال غزال. هذا مع هذا. كاين هاد الموديل هذا، راه ديجا وريته لكم شفتوا هذا. عشان ما كتصيفط لي نختار ترى شي موديلات ديال الهاتف. كاين هادو زوينين. كاينين اللي في البيض سامبل، انا نوريكم هاد الكورميطه بحال اللي كنت دايره في الالوان، وهي في البيض سامبل. شفتوا كيف كتجي كتحمق، كتجي فريمون كتجي فنه. شوفوا كيف كتجي، راه ماشي غير انيقه، شوفوا زوينه بزاف بزاف بزاف. انتم باش تبان لكم، بقى ندير لكم في جبهتي. زوينه هذه فنه. وكاين حتى الكورميطه ديالها اللي فيها، اللي ما كيبغيش داكشي مشارجي، كاين النص بالعقيق والنص هكا على شكل كورميط. كاين حتى هاد الحلقات اللي كيجيو كيحمقوا هادو، شوفوا كيفاش دايرين هادو، شفتوا كيجيو فنين. هما اللي ديالهم هادي، هاد العلاقه هادي لاصقه فيها السنسله بالعلاقه ديالها، شفتوا كتجي زوينه بزاف هادي بهاد الحوالق. المهم كيف قلت لكم، انا كاين شي حوايج هنا خديتهم وشي حوايج غير جبتهم باش نوريهم لكم. هاد الموديل اللي قلت لكم كيجي هكا غير بيت، شوفوا الكورميطه ديالو كي دايره غليظه وفنه. كاين الحلقات ديالو وكاين الكورميط على هاد الشكل، شفتوا كتجي مسدوده بحال هكا هكا. كتوسعيها وتزيريها كيف ما بغيتي، زوينه. عرفتي راه حدايا هنا حاجه باش نوريكم كلشي، هادشي باش ما يجيش الفيديو طويل. كاين داكشي زوين 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 بزاف. كاين هاد الدبليج هذا براسلي، شفتوا كيفاش داير هذا مع الخاتم ديالو. كيف كنقول، هادشي اللي ما كيهموش هاد الموضوع يقدر يدوز الفيديو يشوف مشتريات اخرين. هادو درتهم تلبيه لطالب البنات اللي بغاو لي زاكسسوار ديال خالد. ها هادو كاين بزاف البنات، شوفوا كاين هادو ديال الخيط. انا هادو انا عاد كنقلبهم قدامكم، لان هادشي ماشي انا اللي انا ما جبتهمش باش ناخذهم، انا غير باش نوريكم نتوما. كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي بحال هكا، كيجي داير على العنق بحال هكا. نوريكم كيفاش كيجي باش يدخل، كيجي زوين. كتزيريه كيف ما بغيتي على القياس ديالك بحال هكا. هانتو شفتو كيجي فيه هاد الموتيف هنا، دوك الكريكيبات كيجي فن زوين بزاف. هاد الموديل هذا كيحمق سيرة مباشرة غزال. هادو كاين بزاف، عرفتي انا قدامي الهبل 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 الهبل. كاين هاد الخواتم اللي كيجيو على هاد الشكل بحال هكا، كلهم دايرين بداك الحجيرات هادو. المهم البنات كاين بزاف، كاين زعما خالد عندو لي شوا بزاف. كاين هاد هاد البراسليات تقريبا كيشبهوا لهادو اللي ديالي انا. المهم راه نفس الموتيف، واخا كاين في الذهب وكاين في البلاكور. هاد الموديلات كاملين كاينين في الذهب وكاينين في البلاكور. ايوا المهم كيف قلت لكم، الا عجبكم هاد النوع ديال الفيديو كتبوا عليا في الكومونتير، نبرعكم بلاكور، نحط لكم كاع لي موديل. كنخاف هكا غير باش ما تملوش البنات.
وبالنسبه لشنو شريت انا من مروكو، ما شريت هكا شي حويجات اللي كانوا خاصني بحال البنات هاد لي تيشيرت هادو اللي كيجيو هكا مع الجين كيجيو زوينين كيكونوا في دي فاكتو الثمن ديالهم كان هو 79 درهم 79 درهم راه موجودين فين ما مشيتو تلقاهم في دي فاكتو كثار زعما كيجيو فنين هكا مع الجين. خديت هذا اللون هذا الاخر هذا فهذا بحال الزيتي خديت هذا اللون هذا كينفعوا بزاف هادو مع الجين دايرين 79 درهم كاينين ديال 69 كاينين ديال 99. خديت هاد لافيست هادي من مروه هادشي زوين لكم ولا زوينه هادي الا مشيتو لقيتوها غير خذوها بعينكم مغمضين كيجيو زوينين هكا تلبسيو مع اي حاجه وديري هادي من الفوق كتجي زوينه ماشي هندير لكم شي لوك بوك. خديت هاديك هاد لا شوميز هاد لافيست هادي دايره 199 شحال والله ما عقلت عليها يمكن 199 ما عقلتش مابقيتش عاقله الثمن خديت هاد لا شوميز هادي فنه 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 شوفوا كيفاش دايره عن قرب هي بيضاء وفيها بحال واحد اللعيبات بالذهبي هادي هي خيط فنه مبيرده دايره 179 درهم زوينه خديتها في البلون وخديت هاد السريولات هادو خديت هاد السروال من مروان نيس ب 119 درهم صراحه زوين كيجيو هكا قصيصرين وما عرفتش كيفاش نشرح لكم المهم تشوفوني لابساهم هادو الاستيك ومبيردين زوينين زوينين بزاف كيجيو بحال تقولوا دروه وكيجيو شي شويه قصيصرين ولقيت بحالو بحال هاد الشكل ديالو في البلون كاسي هانتوما شوفوا الساره ديالهم كي دايره بحال هكا واللور ديالهم ديال هكا من هذا من دي فاكتو الثمن والله ما بقيت عاقله يمكن 199 وين صراحه زوين بزاف بزاف واللي عجبني فيه هو الفصاله ديالو من التحت كيف قلت لكم كيجيو شي شويه قصيصرين فوق داك العظم وكيجي هكا في مفتيحه في الجن المهم كيجيو مستيلين هذا لبسو مع ديك القميجه البيضاء. المهم خديت بزاف ديال الحوايج كنتمنى ان الفيديو هكا يكون عجبكم تكونوا خديتوا افكار وحسب بالنسبه للصالون اللي وريتكم في الاول ديال الفيديو هذاك البنات صالون ديال ليلى راه حل حدا القنطره ديال المحكمه قنطره المحكمه راه معروف في خنيفره صراحه صالون زويون ولاو كيكونوا عندنا صالونات زوينين كاين عندنا صالونات ولاو كيكونوا صالونات زوينين الحمد لله غادي نخليكم هكا مع شي تصاور ديال الصالون باش تشوفوه من الداخل كيفاش داير وتلفظكم وكنتمنى انني ما تكونوش مليتو في هذا الفيديو خذتو افكار من بزاف ديال الحوايج تلفظكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باي باي. هنا البنات جيت نكمل لكم هكا الصالون صراحه كانت موسيقى زوينه جايه مع المنظر ولكن اضطريت اني نحيدها لحقاش حقوق الطبع راكم عارفين الصالون راه كاين في نفس العماره غير هو دابا في السفل يعني ما طلعوا لا في الدروج لا والو جاي غزال في البلاصه ديال المانيكور بيديكور ديال لي سوان ديال لاسيو ديال الشعر ديال كاين حتى سبا صراحه زوين واخا من هنا تنقول لها واخا فيك قلت لها ملي تبدا علميني ما علمتنيش ما عليناش البنات صراحه مازال ما جربتهاش ولكن راه باين داكشي زوين هانتوما كتشوفوا غادي نخليكم هكا مع اختكم راه هنا في الاول يعني ملي كنت يلاه كنغسل شعري نخليكم مع واحد الجوله باش تكتشفوا الصالون وتلافرسكم حتى الفيديو الجاي باي باي.